الماتش اللي فات ان الموضوع كله عباره عن نص ملعب، قلت لك انا ان تركيبه طارق حامد والنني وعبد الله السعيد تركيبه سيئه، حتى لو شلت طارق وحطيت عمرو السوليه برضه النني وعبد الله تركيبه سيئه في نص الملعب، وهجوميا ما بيستفادش منهم اي حاجه منتخب مصر. فلما تيجي النهارده تقول لي ان عبد الله والنني مش موجودين وطارق بس اللي موجود تحت محمد مجدي قفشه وتحت كمان حمدي فتحي، لا فكرة كويسة وتغيير كويس. احنا مش جايبينك علشان تحط نفس اللعيبة اللي كانوا مع هيكتور كوبر ونفس اللعيبة اللي كانوا مع جيري، لان اللعيبة دي كانت لعيبة سيئة، ونص ملعب منتخب مصر تحديدا الناس كلها كانت بتشتكي منه. وما تقوليش النهارده ان وجود عبد الله على الدكة واصابة النني كانوا حاجة سيئة، بالعكس تماما. احنا بنتمنى نشوف الكلام ده من سنة ونص، فلما شفنا الكلام ده والله يا جماعة فكرة كويسة، ويا رب يفضلوا دايما كده. كابتن محمد النني بعيد عن الصورة الأساسية في منتخب مصر، وكابتن عبد الله السعيد على الدكة. محمد مجدي قفشة بغزالة وممكن مستواه ما يكونش ثابت أحيانا، بس على الأقل عنده ريتم سريع، وعلى الأقل حمدي فتحي بيلعب كرات عرضية هجومية على الأطراف، بيلعب واحدة مثلا لمحمد شريف أو بيلعب لمحمود حسن تريزيجيه، وكانت حتة صعبة قوي من كابتن حسام البدري إن هو يبدأ بتريزيجيه ومحمد شريف علشان خاطر أنا عندي تعليمات للباكات بتوعي ما ينزلوش هجوميا. لا مسموح لأيمن أشرف ناحية الشمال يزيد، ولا مسموح كمان ناحية اليمين لأحمد توفيق يزيد. هم هيفضلوا كلهم واقفين الأربعة في الحالة الدفاعية، واحد بس يتقدم منهم على الأطراف هيكون يا أحمد توفيق مرة يا أيمن أشرف مرة، إنما الاثنين يزيدوا مع بعض في نفس الوقت مستحيل تماما. هنكون موجودين أربعة دايما في الحالة الدفاعية زي ما اتكلمنا. الحالة الهجومية معروف ان احنا عندنا لعيبة عندها سرعات، بيعرفوا ان هم يرجعوا بسرعة يعملوا ارتداد اذا كان تريزيجيه او محمد شريف على الاطراف، وكمان قفشة وحمدي فتحي في نص الملعب بيقدروا ان هم في لحظة واحدة بتلاقيهم ان هم في الحالة الدفاعية. فكانت فكرة كويسة قوي، وكان في سرعات موجودة جوه الملعب، ودي الحاجة اللي فرقت منتخب مصر عن المباراة اللي فاتت. المباراة اللي فاتت احنا ماشيين بعصر النمل، عصر باص عبد الله للنني والنني باص لعبد الله ونرجع تاني للسولية علشان خاطر مش عارفين نعمل اي حاجة في الحالة الهجومية. انما النهارده احنا ما كانش مطلوب مننا ان احنا نمسك الكوره، فكان مطلوب مننا ان احنا نلعب على الاطراف على اطراف السرعه بتوعنا، ودي كانت حاجه كويسه. فكره البدايه لاحمد حسن كوكو كنت مران عليه من الماتش اللي فات عشان خاطر كابتن حسام صعب يدي لمصطفى مباراتين ورا بعض، بس عادي ما عنديش مشكله مع قناعاتك، بس نفسي تفهم حاجه واحده بس، قوامك الاساسي ما كانش ناجح علشان لما يتصاب منه لاعب او اتنين تقول لي ان انا عندي فيه مشكله. الوحيد في قوام الاساسي في منتخب مصر ايام اجيلي وكوبر اللي تزعل عليه هو محمد صلاح، انما الباقي كله كان عباره عن لعيبه مساعدين ولعيبه مساندين. فما تقوليش ان اصابه واحد فيهم او اتنين فيهم ممكن تعمل لك قلق، وما تقوليش كمان ان زود محمد هاني اللي لسه بدل المباراه اللي فاتت اساسي هي عملت معاك فرق. لا ما تقوليش ان انت مغير سبع تغييرات هتخضني من الرقم، السبع تغييرات كانوا افضل بكتير قوي من اللعيبه اللي انت بديت بيهم الماتش اللي فات، حاجة كويسة صح. وما تقوليش دايما الاصابات بتكون حاجة سيئة، الاصابات احيانا بتبين عجزكم الفكري جوه الملعب. يعني انت لو ما كانش عندك اصابات انا كنت عارف ان انت تبدأ بنفس اللعيبة هي وكنت هتبقى سيء بنفس السوء اللي كنت في المباراة الاولى، بس سبحان الله يا اخي الاصابات خدمتك، الاصابات بينتك ان والله ممكن تراجع قراراتك، ممكن تراجع الاربعة اتنين تلاتة واحد اللي انت كنت متعود عليها، ممكن تراجع كل العك اللي كنت بتعمله. اتمنى ان انت تراجع كل ده، بس بعد تغييراتك وشير تاني عرفت برضو ان انت عندك شوية افكار. هي عبد الله هينزل نص ملعب برضه، حتى لو قفشه عمل اداء كويس قفشه هيكون ناحيه اليمين، عبد الله هيكون صانع العاب، رمضان هينزل على الطرف، احمد سيزيتو هينزل على الطرف. انا مريح النتيجه كسبان 3. الهدف الاول قفشه عمل هجوم كويس جدا، الهدف الثاني حمد الشناوي لعبها لمحمد شريف كويسه جدا، محمد شريف ان هو قدر يتوقع ان المدافع ممكن يغلط وقدر ان هو يحطها. دي الكره الوحيده لمحمد شريف ظهر فيها في الشوط الاول، بس الراجل على الاقل جاب لك جون، شوطه واحده شوطه جوه المباراه، لمسه واحده جون، مش مطالب منك انك تلمس لي 50 كره عشان خاطر اقول الولد كان كويس، جات لك كره جبتها جون خلاص، الهدف الثاني خلصت المباراه. الهدف الثالث برده بالنسبه لتريزيجيه الشوط الثاني الراجل حط الكره مره واحده، ما عملناش حاجات صعبه قوي، ما تفلسفناش على الكره زي ما رمضان بيتفلسف على الكره. واحمد سيد زيزو احمد سيد زيزو بيتفلسف، احمد سيد زيزو عنده قرارات بطيئه، احمد سيد زيزو ممكن تكون رايح انفراد وفي حد رايح معاه وبنجري ورايحين 4 على 2 وتلاقي احمد سيد زيزو خد الكره ورجع بيها لورا، رمضان بيعملها 7000 مره. فما تقوليش ان انت بعد التغييرات حسيت ان منتخب مصر ممكن يجيب الرابع، بالعكس تماما، احنا عرفنا ان احنا كده كده هنلبس الجون. الشوط الاول لما كوتشو كان مسرح حجازي وراه وكان تعب حجازي، الشوط الثاني كلنا كنا عارفين المنتخب هيلبس جون، عشان خاطر التغييرات نزلت، عشان خاطر كابتن حسام فتى، عشان خاطر كابتن حسام ما ينفعش اقعد عبد الله طول المباراه، عشان خاطر كابتن حسام رمضان ان انا لازم اثبت ان انا عندي حق، لازم اثبت ان رمضان انا جايبه من البيت ما بيلعبش ولا بيتمرن ولا بيعمل اي حاجه، تعالى رمضان انزل هتلعب منتخب مصر، ولازم اثبت ان رمضان كويس. الموضوع مش موضوع اسماء، غيرتوا الاسماء ولعبتوا بلعيبه شباب اثبتوا لكم ان هم كويسين، افهموا بقى ان العيب فيكم. هتفضل ترجعوا تاني للنظام بتاع ان احنا والله النني كويس في ارسنال فلازم يجي يلعب معانا، عمرنا ما هنعمل اي حاجه.
هتقول ان احنا قربنا كتير قوي من ان احنا نوصل كاس الامم الافريقيه. اقول لك طب بعد ما نوصل كاس الامم الافريقيه، هل لو رجعنا بقناعات كابتن حسام تكشيره ممكن نعمل اي حاجه؟ لا، الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نحط عناصر جديده جوه المنتخب. مش عايز اشوف القوام بتاع اجيري ولا القوام بتاع هيكتور كوبا، انا عايز اشوف القوام بتاع حسام البدري. لو انت اتعاملت معاهم بنفس التعامل وهلاعب هي نفس اللعيبه، مصيرك هيبقى هو هو. اتمنى اتعلم النهارده ان مش دايما القوام الاساسي بيكون هو الافضل، وانك لازم يكون عندك جرأة تحط لعيبه جديده. لو مش عايز تحط لعيبه جديده ولا عايز تغير في اي حاجه، فمصير كوبر ومصير اجيري في انتظارك. عفني كلام ممكن ما يعجبكش، عشان خاطر ازاي منتخب مصر قدر ان هو يكسب 3-1 وقدر ان هو يعمل وسام؟ بس والله هو ده المنطق. لو كابتن حسام رجع لثنائيه عبد الله والنني تاني في نص الملعب، اضمن ان انت مش هتعمل اي حاجه غير ان انت تقعد تبصي بساط بالعرض هبله، ما بتعملش اي حاجه في الشكل الهجومي. اما لو عايز تعمل لايك للفيديو وشايف ان دي وجهه النظر اللي نوعا ما ممكن تكون منطقيه وفيها وجهه نظر، براحتك. عايز تشتم برضه براحتك عادي. في الكوره في مصر ما بحبش اطبل لحد ولا احب اقول اي حاجه الناس ممكن تكون عايزه تسمعها. انا بقول لك دايما ان انا ببقى شايفه ودايما ان انا ببقى متوقعه. اما بالنسبه لك انت رايك وانت عارف ايه.